عالسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم قناة أحمد بن عطية. في الفيديو متاع اليوم إن شاء الله باش نحكيو على لعبة من بين أشهر الألعاب اللي منتشرة توا على مختلف المنصات. اللعبة هذه هي لعبة Among Us. باش نحكيو في الفيديو هذه كيفاش نجمو نلعبو اللعبة هذه، شنو هما المبادئ متاعها، لأنه فما برشا أشخاص ما نجموش يفهموها اللعبة كيفاش تتلعب إلى حد الآن، وباش نحاولوا زادة كيف كيف نعملوا تحليل للعبة هذه، شنو هي أسباب الانتشار الرهيب متاعها في الفترة الأخيرة خصوصا في آخر 3 أشهر. لذا خليكم تفرجوا في الفيديو، وما تنساوش قبل ما تفرجوا في الفيديو كيف العادة تضغطوا على زر لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديد يجيكم إشعار، ونخليكم مع الفيديو. لعبة Among Us هي لعبة قام بإنتاجها ستوديو أو شركة إينر سلاث سنة 2018، ونأكد لكم أنه في أحسن الاحتمالات أو أحلام شركة إينر سلاث ما كانوش يتوقعوا النجاح اللي وصلت له لعبة Among Us في الوقت الحالي. لعبة Among Us اللي كيف نحكيه على عدد التحميلات متاعها فهو قارب 90 مليون تحميل في شهر أكتوبر وحده بين هواتف أندرويد وليوس. بالنسبة للعبة هذه، إذا كان مش نحكيه على المبادئ متاعها، بالطبيعة المبادئ هذه نجموا تبدلوها، تحدثوا فيها بعض التغييرات في الأعدادات متاع اللعبة. بالنسبة للمبدأ متاع اللعبة فهو بسيط، 10 لاعبين أو 10 لاعبين يمثلهم 10 أشخاص موجودين في مكان واحد، مكان هذا هو سفينة فضائية. المطلوب من 9 لاعبين أنهم أو 10 لاعبين أنهم يكتشفوا الخائن بيناتهم، يعني 9 لاعبين باش يقوموا بالبحث عن الخائن. الخائن لازم يقوم بقتل جميع اللاعبين ويخلي واحد فقط باش هو ينتصر. وبالنسبة للاعبين لازمهم يلوجوا على الخائن ويقوموا بقتله. اللعبة ماهيش فقط خائنين وخيانة ولاعبين ويقعدوا يلوجوا على بعضهم، لا، عندك بعض المهام اللي لازمك تقوم بها وفي نفس الوقت تلوج على الخائن شكون. وقت القيام بالمهام ربما تعثر على جثة أحد اللاعبين، تبلغ عليها، تقوم بالتبليغ أنك لقيت جثة، وتقوموا بالمحادثة بيناتكم، ومن بعد يتم التصويت. في التصويت هذا يا أما باش تكتشفوا الخائن وإلا باش يخرج واحد من اللاعبين الأبرياء اللي ما عمل حتى شيء. الهدف من اللعبة أنه الخائن يقوم بالتمويه ويظهر روحه كإنسان بريء إلى أن ينتصر في الأخر، وباقي اللاعبين لازمهم يلوجوا شكونوا الخائن باش يقوموا بمعناها بإخراجه من اللعبة وينتصروا هما. يعني كما قاعدين تشوفوا اللعبة ماهيش معقدة برشا، أي إنسان ينجم يلعب اللعبة هذه وأي إنسان ينجم يكون متميز فيها. باش نجيو نحكيو على أسباب انتشار لعبة Among Us، اللي حسب رأي الأسباب هذه يمكن نجمو نحصروها في 3 ولا 4 أسباب. السبب الأول هو فيروس كورونا. كيفاش ساهم فيروس كورونا في انتشار اللعبة هذه؟ من خلال الفترة متاع الحجر الصحي اللي مروا بها مئات ملايين الأشخاص حول العالم، اللي خلتهم يلوجوا على ألعاب جديدة ينجموا يلعبوها. يعني الألعاب اللي تتلعب بلاعب واحد صحيح نفضلوها ساعات، لكن كي تبدأ فما عدد كبير من الأصدقاء ديما يحبوا يمارسوا لعبة الناس الكل مع بعضهم باش يحكيوا باش يضحكوا. دونك الأسباب هذه عموما. لكن فما حاجة أخرى نشوفها أنها ساهمت في الانتشار متاع اللعبة هذه، هي بساطتها. لأنه كما نعرفوا فما العديد من الألعاب اللي تتلعب بأكثر من لاعب، مثلا كما فري فاير ولا كما غيرها من الألعاب اللي أصبحت منتشرة بكميات كبيرة. لكن لعبة Among Us اللي ميزها البساطة متاحة، البساطة في الجرافيك، يعني الجرافيك متاحة تقريبا مشابه لجرافيك ألعاب الأتاري اللي كنا نلعبوها وإحنا صغار، زادة كيف كيف البساطة في القواعد متاحة، وكذلك البساطة في اللعبة في حد ذاتها. يعني لعبة Among Us ما تطلبش منك باش تعمل حساب، مطلوب منك حتى شيء، فقط تكتب اسمك وتنجم تبدا تلعب مع اصدقائك ولا مع اشخاص ما تعرفهمش في سيرفرات مختلفه. حاجه اخرى ممتازه في اللعبه هذه. من بين الحاجات الاخرى زاد اللي نشوفها ساهمت في انتشار اللعبه هي
انها ما تتطلبش برشا تركيز. يعني كي نحكيه على العاب كيما فري فاير ولا العاب اخرى كيما فورتنايت تتطلب برشا تركيز، فما برشا الوان، برشا مؤثرات صوتيه، برشا مؤثرات بصريه اللي تخلي الشخص مركز معها برشا. على العكس لعبه امونج اس ما فيهاش حاجه سبيشال، مؤثرات نتاعها بسيطه، الاصوات اللي فيها بسيطه، تخلي الشخص معناها بعد ما يعدي ساعات نهار كامل من العمل ويكون متعب، كيف يروح يلعب لعبة أمونج أز ما يحسش بالإجهاد الذهني أكثر، لأنه كما قلنا اللعبة فني أكثر منها، لازمها مجهود ذهني، تتطلب فقط البعض من الذكاء لأكثر ولا أقل، ما تطلبش يعني برشا برشا تركيز. هذوما حسب رأيي أنا الأسباب اللي خلت اللعبة هذه تنتشر، واللي متأكد منه أن اللعبة هذه ما زالت باش تنتشر في الوقت الجاي. يمكن السيناريو اللي قاعد يصير مع أمونج أز هو نفس السيناريو اللي صار مع لعبة فلابي بيرد قبل. لعبة فلابي بيرد اللي أكيد برشا منكم يتذكروها، يمكن من 4-5 سنين تعدوا ظهرت لعبة فلابي بيرد اللي هي تعتمد نفس المبدأ البسيط واللي شهدت عدد كبير جدا من التحميلات. لكن الفرق اللي نشوفه بين فلابي بيرد وأمونج أز أنه فلابي بيرد وقتها قام بتطويرها شخص وحده، هذاك علاش أول ما بدأت اللعبة تنتشر حس معناها روحه وحده، حس أنه الأمور بدأت تكبر عليه، هذاك علاش قام بمسح اللعبة وقتها من البلاي ستور ومن الأبل ستور. لكن بالنسبة للعبة أمونج أز على العكس، نتوقع أنه ستوديو إينر سلاث مش يزيدوا يخدموا عليها أكثر، خصوصا أنه في الفترة الأخيرة فما العديد من التحديثات اللي قاعدة تصير عليها، قاعدين يحسنوا منها في برشا حاجات، خصوصا انه زاد حتى المقابل المادي للعبه بالنسبه للعباد اللي يحبوا ياخذوا معناها يقوموا بحذف الاعلانات نتاعها مقابل بسيط اللي هو 1.99 دولار، نحكيه على 2 دولارات اللي هو مبلغ بسيط برشا، والاكيد انه مئات الملايين من الاشخاص قاموا بدفع المبلغ هذاك. علاش كما قلت لكم نتوقع انه Inner Sloth باش يقوموا بالعمل اكثر على اللعبه هذه. هذه كان التحليل متاعنا، وكانت هذه الفيديو متاعنا اليوم، إن شاء الله تكون الفيديو عجبتكم. قبل ما نخليكم ما تنسيوش كيف العادة تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، تضغطوا على زر لايك، وللفيديو الجاي إن شاء الله نبقى لكم شقولكم. إلى اللقاء.